انا سمعت هلا 30 ثانيه اي 30 ثانيه تراب بدنا نحضرك والله 30 سنه ركز عليهم لما نسالك عنه رح نركز خليتك تتخلي عني بس وعدي ما رح ينخل هالحبس لمشاعري هالكبت لاحساس المسخ لسبب ادماني وبريقي عبي لي كاسه يصمل معه الفؤاد هالمعضله اللي ما بتنحل وهم اسمه كبرياء بين ما انزل او انزل بشوفه عم بتلوح تتراقص مع التخبيش شبه صوره عم بتسوخ بتجسيدها برجع بعيش بقرب تالمس كياني خلص قلبي اللي عم ينعدم بغمرها بشم الريحان وفجاه وجعت قلبك بس تسمعك شيء استاذ الياس سمعته منيح للراب يعني سمعته ايه طيب هلا تربح معنا ليرة ذهب اذا بتقلنا بيت من يلي سمعتون بيت ثلاث كلمات ايه ما ماكسيموم علق براسك شيء منه لا 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 لا